شهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت ومحافظ المنيا أسامة القاضي توقيع بروتوكول تعاون لتأهيل أكثر من 1000 متدرب كدفعات أولى على مستوى المحافظة في عدد من التخصصات بوحدات التحول الرقمي والمحليات بالمحافظة، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتطوير المؤسسي وبناء القدرات ونشر الثقافة الرقمية بقرى مبادرة حياة كريمة في المنيا. سعيد جدا بوجودي في محافظة المنيا اليوم في ضيافة أخي وزميلي سيد محافظ المنيا. الحقيقة إنه الزيارة ستشهد إن شاء الله مجموعة من الفعاليات تعكس كل أنشطة ومسؤوليات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنيا. بدأنا باستعراض مشروعات التحول الرقمي التي بدأتها محافظة المنيا، الحقيقة أمر مشرف جدا. المحافظة قطعت خطوات واسعة في ميكنة أعمالها، إن شاء الله سنتعاون مع سيد اللواء أسامة القاضي وزملائي في المحافظة للمزيد من الدعم العلمي والتقني لميكنة كل أعمال المحافظة. شرفت النهاردة بتشريف معالي الوزير عمرو طلعت والوفد المرافق لسيادته لتفقد بعض المشروعات الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بدأناها في ديوان عام المحافظة وتفقد سيادته واطلع على التحول الرقمي بديوان المحافظة، ثم وصلنا هنا إلى مركز إبداع مصر الرقمية وشاهد أبناء محافظة المنيا وهم بيتلقوا التدريبات وان هم ده فرص العمل ليهم واتحاد فرص عمل ليهم، ثم ننتقل لتفقد بعض المشروعات الخاصه بحياه كريمه في القرى حياه كريمه، وكذلك سيادته هيفتتح بعض مكاتب البريد. احنا عندنا حوالي 72 مكتب بريد في محافظه المنيا تم تطويرهم من خلال وزاره الاتصالات.